السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم يا شباب على قناه ايوب خبيز. في هذا الفيديو ان شاء الله راح اقدم لكم موقع للربح تبع رقميه وتحويلها على محفظه فاوتسيت باي، وايضا يمكنك تحويل الدولارات على محفظه بايير، وايضا عمله البيتكوين يمكنك ايضا تحويلها او سحبها الى محفظه اكسبريس كريبتو. فهذا الموقع رائع جدا اخواني الكرام، فبصراحه انا لم اسحب منه ولكن هناك اشخاص قاموا بالسحب منه، ولذلك احببت ان اشارك معكم هذا الموقع لمن أراد الربح العملات الرقمية. المهم إخواني الكرام، سوف أوريكم طريقة العمل في هذا الموقع، كل ما عليك فهو متابعة هذا الفيديو إلى آخره. وإذا كنت هذه أول مرة تشاهدون هذه القناة، المجرد ضغط على زر الاشتراك ثم تفعيل خاصية الجرس، كذلك تتوصل بكل ما هو جديد حول هذه القناة. وأيضا لا تنسوا الضغط على زر لايك للفيديو تشجيعا لنا أننا نستمر في تقديم لكم الجديد إن شاء الله. لن أطول عليكم فلنبدأ على بركة الله، انتظرونا بعد هذا الفاصل القصير. مرحبا بكم يا شباب من جديد. نعم، هذا هو الموقع الذي سوف نستغله للربح تبع عملات الرقميه، فكما ترون سوف تجدون الرابط الموقع اسفل هذا الفيديو لمن اراد التسجيل والعمل فيه. ننزل الى اسفل قليلا اخواني الكرام، فكما ترون لدي ازيد من 22,000 شخص مسجل في هذا الموقع، وهناك الارباح ازيد من $800، وهناك ازيد من 2500 سحبة، يعني ازيد من 2000 سحبه. وهنا 81 شخص جديد قام بالتسجيل في هذا الموقع هذا اليوم، 81 شخص قاموا بالتسجيل في الموقع هذا اليوم. ننزل اسفل قليلا ونجد هذه العملات التي يدعمها هذا الموقع: البيتكوين والدوجكوين واللايتكوين والترون، وايضا محفظه بايير، فيورا، بينانس، زيكاش، وايضا بيتكوين. كما تجد هنا بيتكوين وهنا ايضا بيتكوين. هنا كما قلت لكم يمكنك سحب البيتكوين على فاوتسيت باي وايضا على محفظه اكسبريس كريبتو. نعم اخواننا الكرام، الآن ننتقل إلى طريقة التسجيل في الموقع. نطلع للفوق ونجد ريجستر، نقوم بالضغط على هذا الشكل وننتظر قليلا ريتما تظهر لنا صفحة جديدة بها ملء المعلومات الشخصية. وهنا نقوم بكتابة معلوماتنا الشخصية، هنا الايميل، وهنا يوزر نيم الاسم المستعار، هنا كلمة السر ثم إعادة كلمة السر. بعدها نقوم بالضغط على أي منوت أي روبو ونقوم بالضغط على الريجستر. فأنا قمت بالتسجيل من قبل إخواني الكرام، لذلك سوف أقوم بالدخول إلى الموقع لكي أريكم طريقة العمل أي منوت أي روبو. بعدها نقوم بالضغط على لوجن وسوف يتم الدخول مباشرة إلى الموقع، فأنا لم أسحب منه من قبل إخواني الكرام. فبعد التسجيل في الموقع راح يطلب منك تفعيل الإيميل، تتوجه إلى الإيميل الخاص بك الذي قمت بكتابته في الموقع وتقوم بالتفعيل الحساب. المهم إخواني الكرام، فكما ترون هذه الواجهة الرئيسية لهذا الموقع، وهنا الأرباح التي حصلت عليها من خلال هذا الموقع. لدي 0.0044 دولار. نقوم بإزالة هذه الإعلانات، فهي إعلانات مزعجة. هنا لقد عملت 3 مرات في الموقع، 3 مرات في الموقع عملت فيه وحصلت على 0.0244 دولار كما ترون. وهنا التوتال ريفرال، لدي 0 إحالة. هنا تجد الرابط الإحالة لدعوات الأصدقاء، تقوم بالضغط على هذا الشكل، اعمل له كوبي وانشره مع أصدقائك لكي يتم التسجيل في الرابط الإحالة الخاص بك. وعلى كل شخص قمت بدعوته تحصل على 20%. سوف نرى، نعم 20% من أرباح. هذا الرابط هو نفسه الذي قمنا بنسخه في الأول. هنا الآن نأتي لطريقة العمل في الموقع، نأتي إلى فاوتسيت الصنبور. أهم شيء هو الصنبور، تضغط على فاوتسيت، يعطيك 0.0002 دولار كل 30 دقيقة. يا إخوان الكرام سوف أوريكم طريقة العمل. هذه إعلانات مزعجة يمكنك إزالتها. ننزل إلى أسفل قليلا نقوم بكتابة الكابتشا على هذا الشكل، وننزل أسفل قليلا نقوم بالضغط على كولكت وننتظر. نعم، جود جوب، أحسنت عملا، حصلت على 0.0002 دولار. أقوم بالضغط على أوكي، والآن علي الانتظار لمدة 30 ثانية والتكرار العملية مرة أخرى والحصول على 0.0002 دولار. نرجع إلى الداشبورد إلى الصفحة الرئيسية، كما ترون في الأول كانت عندي 0.0044 والآن أصبحت 0.0064. وأيضا هناك 3 طرق أخرى وأوتو فايست أيضا، ولكن حاليا أوتو فايست فهي غير متواجدة، فارغة، أو أظن أنها تم إيقافها إخواني الكرام. المهم لا يهم، نأتي إلى الشورت لينك. هنا الروابط المختصرة، تقوم بمشاهدة هذه الروابط المختصرة، لديك 32 رابط مختصر، إذا شاهدت بكلها راح تحصل على 0.02 دولار، وأيضا تحصل على 30 نقطة من الطاقة، و30 نقطة من الطاقة يمكنك تحويلها في الأخير إلى الدولارات. سوف أريكم طريقة اختصار الرابط إخوان الكرام. نقوم بالضغط على أي رابط أو أي رابط مختصر عفوا، فكما ترون هناك وكل رابط لديه دولارات مختلفة. مثلا هذا لديه 0.0012 دولار إذا قمت بمشاهدته، وهذا لديه 0.0011 دولار. نقوم بمشاهدة هذا، نقوم بالضغط على كليم، وننتظر ريتما تظهر لنا الصفحة الجديدة بها الرابط مختصر. ننتظر ل7 ثواني. نقوم بإزالة الإعلان لكي لا يوجد مشاكل، بإيقاف منع الإعلانات عفوا. نقوم بالضغط على كليك هير تو كونتينيو، ننتظر قليلا، مرة أخرى ننتظر لبضع ثواني، نضغط على كليك هير تو كونتينيو، أو نقوم بمشاهدة الكابتشا. فهنا مكتوب عليها كابتشا ولكن لا أعرف. أقوم بالضغط هنا، أزيل هذا الإعلان مرة أخرى. نعم علي بمشاهدة الكابتشا لكن لم تظهر لي لأن النت عندي ضعيف. نعم إخواني الكرام، أقوم بالضغط على أي منوط أي روبو على هذا الشكل، ونختار الصور إذا أعطاهم لي. كما قلت لكم النت عندي ضعيف جدا إخواني الكرام، فهذا هو حالنا في المغرب مع اتصالات المغرب. بعد ذلك إخوان نقوم مرة بالضغط على كليك هير تو كونتينيو، ننتظر مرة أخرى 7 ثواني، فهذا يأخذ وقت طويل جدا. بعد الانتهاء إخواني الكرام من العدد التنازلي، نقوم بالضغط هنا على أوبتوني فينكولو مرة أخرى. فالنت عندي ضعيف إخواني الكرام. نعم لقد قمنا باختصار هذا الرابط وحصلنا على 0.0012 دولار. فكما ترون نأتي إلى الداشبورد، كانت 64 والآن أصبحت 76. وهناك طريقة أخرى إخواني الكرام وهي مشاهدة الإعلانات. تقوم بالضغط على بيد أدس، لديك 14 إعلان كما ترون هنا. إذا شاهدت هذا الإعلان لمدة 15 ثانية تحصل على 0.304 دولار، وهذا أيضا نعم تقريبا كل 4 دولار 3 دولار، وهذا لديه 10 ثواني تحصل على 3 دولار. سوف أريكم إخواني الكرام طريقة. نقوم بالضغط على الجو وننتظر العدد التنازلي 15 ثانية فقط، وبعدها نقوم بالضغط على أي روبو ونقوم بالحصول على 0.04 دولار. بقية الثانية إخوانا، نقوم بالضغط هنا وبعدها فيغيفي، نرجع إلى الموقع. نعم حصلنا على 0.04 دولار، كانت 0.0076 وسوف نشاهد أصبحت 0.008. نعم إخوانا الكرام، ويمكنك تكرار هذه العملية كل 24 ساعة. إذا قمت بمشاهدة هذه لجميع الروابط المختصرة هذا اليوم، وإذا انتهت عليك بالعودة غدا ومشاهدة 32 رابط مختصر آخر. وأيضا كذلك في المواقع المختصرة، أو عفوا في مواقع الإعلانات أو في الإعلانات. تقوم بالضغط هنا، لديك 15 إعلان وإذا انتهت هذه الإعلانات يمكنك تكرار العملية بعد 24 ساعة. وللسحب تأتي إلى ويتدراو، نأتي إلى هنا. فكما ترون الحد الأدنى للسحب هو 0.1 دولار. فكما ترون أزيل هذه الإعلانات 0.1 دولار. وكم ستعطيك من ساتوشيات من عملة البيتكوين؟ نقوم بالضغط على بيتكوين هنا وانا اتي الى هنا. انا لدي 0.0008 اي 17 ساتوشي، واذا حصلنا على 0.1 كم ستعطينا من ساتوشي؟ اعطتنا 208 كما ترون. نشاهد عملة الدوجكوين كم ستعطينا؟ 0.1 دولار، راح تعطينا 19 مليون، عفوا نعم 19 مليون ساتوشي من عملة الدوجكوين. اما بالنسبة للترون نشاهد راح تعطينا 82 مليون، وبالنسبة لللايت كوين تعطينا 32 ألف ساتوشي، تقريبا 33 ألف. أما بالنسبة لفيورا راح تعطينا 21 من عملة فيورا، 21 من عملة فيورا وليس بالساتوشي بل من عملة. نشاهد الزيكاش راح تعطينا 36 ألف. أما بالنسبة لبينانس راح تعطينا 17 ألف. يمكنك اختيار أي عملة هنا وتحويلها أخوانا الكرام عندما تصل إلى الحد الأدنى للاستعمال وهو 0.1 دولار. تقوم بك بوضع هنا الرقم المحفظة أو الرقم أي عملة هنا تريد، مثلا عملة البيتكوين تقوم بالضغط بوضع هنا الرقم وبعدها تقوم بالضغط على وتدرى، وسوف يتم إرسال لك السحوبات فورا وبدون انتظار. المهم إخواني الكرام كان هذا هو شرحنا لهذا الموقع الرائع، وإلى هنا وينتهي الفيديو وإلى فيديو آخر إن شاء الله.